قناتي لك أحلى، كل شي بيطلع أحلى. يسعد صباحكم متابعينا. اليوم وصفة جديدة ماما عملها لكم، طريقة بيتزا بيت شهي. طبعا جربوا الوصفة وإشي إدمان. وصحتين. بسم الله، لقيتنا نعمل عجينة البيتزا. هناخد كوباية، شايفين كوباية واحدة، طبعا مية دافية. نضيف عليهم معلقة كبيرة خميرة فورية مليانة، ونحط عليهم معلقتين سكر. استنى العجينة تخمر، نحط معلقة صغيرة مليانة ملح، بطلع طعمه زاكي. هي طبعا الخميرة خمرت. نحط كوز لبن 200 مل. هاي العجينة رائعة، تطلع زي البيتزا الإيطالية الأصلية، بيتزا هات وأزكى إن شاء الله. هاي هيك حطينا اللبن. هلا نحط 5 معالق زيت زيتون معبيين. بسم الله، هاي هيك 5. نضيف 1 كيلو طحين ننخله عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. انا حطيت 1/2 كيلو. خليني بس احرك اول اشي، اجانس المكونات مع بعض واشوف. نضيف باقي الكيس 1 كيلو. من اللي عندي طبعا، نشوف كيف. هلا بقول لكم كيف العجينه لازم تكون. بدنا نعجنها. بسم الله، نضلنا نعجن العجينه 5 دقائق أو 10 دقائق لعند ما تصير طرية وهشة. هي هون ما شاء الله عجنتها 10 دقائق. شوفوا كيف، شوفوا كيف العجينة ما شاء الله طرية وبتلزقش كتير بالإيدين زي هيك. شفتوا ما شاء الله. هن هاي زيت، معلقة زيت زيتون أو زيت ذرة زي ما بتحبوا. نحط العجينة هون تخمر، نحطها بجات أكبر ونغطيها بنايلون، نحطها بمكان دافي ونرجع لكم إن شاء الله. بسم الله، رجعنا لكم بعد ساعة. شوفوا ما شاء الله العجينة كيف خمرانة. نرش رشة طحين زي هيك ونلم العجينة. نريحها 10 دقائق ونشتغل فيها. هاي عجينة البيتزا الإيطالية الأصلية، اللي بيحبها تقرقش من الجوانب يجرب هاي الطريقة. فخمة ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. نجيب الصينية هاي، نرش شوية طحين. هي هيك شوفوا كيف مطيت العجينة لبرا عشان أحشي الأطراف، فبمطها هيك لبرا، بثبتها شوي هيك من الجوانب عشان ما ترجعش. بعدين
نكرمها هيك عشان نفرغ منها الهواء بالشوكة. عشوائي. استعملوا اي جبنه بدكم اياها، انا مستعمله هون بوك موزاريلا، مستعمله موزاريلا. حطهم على الاطراف زي هيك. هلا بنلفها زي هيك ونضغط عليها زي هيك. ندهن زيت زيتون من الأطراف عشان تعطيها شكل ذهبي ومقرمش. نزع درجة حرارة 180 من تحت بعدين من فوق. ولون